وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع رئيس حزب الجيل والمنسق العام للأحزاب السياسية ناجي الشهابي، قال إن الحوار الوطني أحدث تغيرا كبيرا في الحياة الحزبية والسياسية. وأشار الشهابي إلى أن الحوار الوطني ضرورة لوضع مقترحات وحلول توافقية للتحديات التي تواجه مصر، لافتا إلى أننا نأمل أن يخرج الحوار بمناقشات متعمقة ذات هدف حتى تخرج بالآمال المتعلقة بالشعب المصري. الحوار الوطني محاولة جادة لتحريك الحياة السياسية والحزبية المصرية، محاولة جادة لفتح المجال العام، محاولة جادة لأن يكون النص الدستوري في الذي يتكلم على النظام السياسي في البلاد يكون مع تعدد الأحزاب في المادة الخامسة من الدستور يبقى واقع تعيشه مصر والمصريين. الرئيس السيسي أحدث حراك واسع بدعوته للحوار الوطني وألقى الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية أو ممثلي المجتمع المدني وجعلهم كلهم أمام مسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الوطن. مصر بلد كبير، مصر محتاجة حياة سياسية حزبية تعددية طليقة بصاحبة أقدم حكومة مركزية في التاريخ. لذلك الحوار برغم أنه استمر سنة من التجهيزات التنظيمية لأنه أتى ثماره، الناس بتتكلم لغة مشتركة، كل الفرقاء على الساحة السياسية والحزبية برغم التباين اللي بينهم كلهم يعني ارتفعوا إلى مستوى الأمانة الوطنية، ارتفعوا إلى مستوى مصلحة الوطن العليا. الكل بيتحدث بكلام مختلف عن الاخر، ولكن عند قضايا الامن القومي الكل يطول متراصق خلف الدوله ومؤسسات الدوله، يعني ظاهره اكثر من رائعه. انا شخصيا حضرت